بالنت بروفيت او المكسب النهائي. طيب بالنسبه بقى للمرشندايزنج الشركات التجاريه، موضوع هيختلف في الكوجز شويه، برضه داخل لي ريفينيو، بس الريفينيو ده مش كله ليا. ليه؟ هو مش في بعض الاوقات حضرتك بتبدا تعمل ما يسمى بالسيلز ديسكاونت؟ اه، يعني المنتج لو هو على الرف عندك بيتباع ب 10 جنيه، لو انت بعته ب 8 جنيه انت كده عملت ما يسمى بالسيلز ديسكاونت من اجمالي الريفينيو اللي المفروض يخش لك. ما هو الكلام ده كله بيتعمل له فوركاست في بدايه السنه، فعلى اساس السيلز ديسكاونت انت هتخصم من الريفينيو، صح؟ طيب هتخصم ايه تاني؟ هتخصم ما يسمى بالسيلز ريتيرن. هو انت مش ممكن تبيع منتج والمنتج ده بعد فتره خلال ال 14 يوم لا حسب طبعا سياسه المنتجات في الشركه يرجع لك ريتيرن؟ اه، يعني الفلوس القيمه اللي اتدفعت في المنتج ده انت استفدت بيها؟ لا، انت خصمتها من اجمالي الريفينيو. انا بعت بمليون وجالي مرتجعات ب 100، يعني معنى كده ان الريفينيو خصمت منه سيلز ديسكاونت وخصمت منه برضو ما يسمى بالسيلز ريتيرن، تمام؟ طيب هل ده كده المكسب الالاونس بالظبط يا استاذ اندرو؟ طبعا هو ده الالاونس، سيلز ريتيرنز والسيلز ديسكاونتس. انا بعمل دلوقتي الايراد اللي داخلي ما هوش كله ايراد، انا كسبان. طيب يعني بقى هناك كانت ريفينيو مباشر عشان انا كنت صناعي، هنا هتلاقي الوضع شويه بيختلف، هيطلع لي بعد كده ده يطلق ما يسمى بالنت سيلز، كده اجمالي البيع الفعلي اللي انت بعته واجمالي الريفينيو الفعلي اللي انت بعته. هحسب الكوجز ازاي؟ الكوجز عندي هتلاقي حسبته مختلفه شويه. هتبص الاول على انت عندك رصيد استرلاحي قد ايه؟ الاوبننج انفنتوري عندك قد ايه؟ واشتريت بكام؟ تكاليف الشراء عندك قد ايه؟ وانت بتشتري انت في بعض الاوقات بتجيب كميه كبيره فبتحصل على ما يسمى بالكوانتي ديسكاونت. يعني انا البضاعه المفروض انا كنت عامل فوركاست ان هي تبقى ب 1000، بس انا بناء على الكوانتي ديسكاونت قدرت ان انا اخدها بقيمه اقل. كذلك زي ما حصل فوق في ديسكاونت حصل تحت ديسكاونت، وزي ما حصل فوق ريتيرن المرتجعات وقدر يحصل عندي تحت ريتيرن المرتجعات، بس هنا هتبقى بشكل عكسي. انا ممكن اجيب بضاعه وفي الاخر انا ارجعها للمورد. ان وبيرشز واوت، صح يا استاذ ايه؟ بالظبط. الفريت ان هو البضاعه دي عشان اشتريها. احنا كلنا بنحسب ايه؟ بنحسب الكوجز. البضاعه دي عشان اشتريها، مش تكلفت شراء وتكلفت شحن؟ اه. وفي الاخر وصلت الاندنج انفنتوري؟ اه. تكتشف ان حسابات حسبه الكوجز بناء على الاوبننج انفنتوري والبيرشز ان والديسكاونت بيرشز، يا نهار ابيض، والريتيرن والفريت ان والاندنج انفنتوري، ادي حسبه الكوجز. الكوجز او تكلفه البضاعه المباعه هي عباره عن ايه؟ الكوجز او الكوست افيلبل فور سيل، انا عندي بضاعه قد ايه متاحه للبيع ناقص الاندنج انفنتوري. انا كل البضاعه المتاحه عندي تقدر بمليون جنيه، قفلت البيريود او قفلت الفتره ب 200,000. يعني انا معنى كده ان انا كانت عندي بضاعه، التكاليف البضاعه المباعه عندي كانت عباره عن تكلفه البضاعه المتاحه للبيع ناقص تكلفه البضاعه النهائيه او الاندنج انفنتوري. يعني معنى كده ان الكوست فور جود افيلبل فور سيل هي عباره عن الاوبننج انفنتوري، الرصيد اللي عندي، بلس التكاليف اللي انا اشتريت بيها، ناقص الخصم اللي انا قدرت اجيبه من المورد لو انا بجيب كميات كبيره، ناقص البيرشز ريتيرن، ما انا ممكن اشتري حاجات ويحصل فيها ديفكت فرجعها تاني للمورد، بلس اللوجيستكس كوست والفريت ان، كل دي كوست فور جودز افيلبل فور سيل. اطرح منها بقى البضاعه اللي اتبقت لك، هو ده بالنسبه لك قيمه الكوست. ادي قيمة البضاعة اللي عندك، ادي شفت انت الحسبة اللي احنا قعدنا نحسبها دي كلها عشان نحسب الكوست فور مرشندايزنج. نرجعها تاني عشان لو حد عايز يبص عليها، اهي. اوبننج انفنتوري بلس بيرشز كوست ماينس بيرشز ديسكاونت ناقص بيرشز ريتيرن بلس فريت ان اللي هي اللوجيستكس كوست ماينس الاندنج انفنتوري. اتعودنا في السبلاي تشين ما بنحفظش حاجة. ما بنحفظش حاجة، اوعى تحفظ حاجة. افهم الفكره هتلاقيها منطقيه جدا. حساب تكلفه البضاعه المباعه للمرشندايزنج اللي عندي زائد اللي جه ناقص الخصم اللي انا خدته زائد تكاليف اللوجيستكس ناقص البضاعه المتبقيه عندي، بس مش اكتر من كده. كده انا وصلت معايا لايه؟ كده انا وصلت ان انا حسبت الكوجز وبالتالي طلعت حسبت الجروس بروفيت، المكسب الجروس
وبعد كده همشي في نفس